من جديد تحياتي لكل متابعينا، طبعا كلكم كنتوا شايفين عنا هلا الاكسل 570 نعم 2021. مني ومنكم خلينا نبارك لصاحب النصيب سعادة القنصل بأفريقيا السيد علي، من قلك ريتو ألف 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 مبروك، الله يبعد الضربات ويهنيك فيه. ولكن ما بدنا ننسى بهيدا الديل كان فيه صاحب ايد بيضة، هو رجل الأعمال السيد إبراهيم القادري، بدنا نشكره ألف شكر، كان هو صاحب الايد البيضة لإتمام هيدا الديل بينا وبين سعادة القنصل السيد علي. خلينا نبعد نظرة على هاللكسس وعلى مميزاته، ومن بعدها بنقول له الله يهنيه ويبعد الضربات. ملتي فانكشن ستيرينج خيالي، كبسة الرادار، كبسة اللين اسيست، شيفترز، هون عندنا كبسة للهيد اب ديسبلاي موجود طبيعي تحت الازاز، كبسة السعادة واي كبسة سعادة ما تقبلوها الا بالتيتانيوم، هون عندنا كبسة الكاميرات 360 فيو مثل ما عم تشوف، خمس كاميرات كرمال في بقلبه البارك اسيست، فريم الايد، لون هالفورمايكا خيالي، مسكة الفيتاس ولا اقرب من هيك على القلب، وشوفوا هون الدلال والماوس وجلد الماوس ودرزة الماوس وحركة الماوس، هيك بنحرك وهيك بنمدل، هيتد سيتس، فنتليتد سيتس، وهون عندنا من نظام بنعلي وبنوطي الليفتنج. سعادة القنصل شكرا على ثقتك والله يهنيك ويبعد الضربات، وبندعي كل متابعينا اللبنانيين اللي بقى فيها اللي حابين يعملوا مثل سعادته ما يتاخروا يطلعوا عنا على الويب سايت ونقي سيارتهم جديده، ومثل ما دائما بنقول الله يبعد الضربات ويهني صاحب النصر.